إذن لحظات ونتعرف على الفائز في مسابقة مهارة تقنية السيارات للصغار بين محمد أحمد العليلي وأحمد شهاب الفارسي وصالح أحمد المنذري. أحمد شهاب الفارسي فاز في اليوم الأول وفي تحدي اليوم الأول، وبنشوف وبنتعرف خلال لحظات منو اللي فاز في تحدي الأمس، سيف العليلي الحكم والخبير في هذه الفئة، كيف كان أداهم أول شيء أمس؟ ما شاء الله، أول شيء هم كلهم مبدعين ما شاء الله عليهم، الفروقات بينهم كانت جدا قليلة، لكن اليوم بنشوف إن شاء الله من الفاز بينهم. نشوف، أنا بروح عند صالح لأنه أكثر واحد متوتر. دلنا اليوم ما متوتر، أني واثق اختبار ما لمس أني إن شاء الله بجيب الأول، أنك سويت كل شيء صح الحمد لله ولحقت على الوقت. لحقت على الوقت؟ أيوة، هاي أتوقع أنك أنت الفايز؟ إن شاء الله هاي المرة أنا الفايز. بنشوف بعد لحظات إذا كان صالح أحمد المنذري هو الفايز أو أحمد شهاب الفارسي فاز مرة ثانية. ممكن أنك تفوز مرة ثانية أحمد؟ والله ممكن يعني أفوز، بس أنا أتمنى الفوز للجميع، وأنا أقول أني أنا فايز يعني أكيد. تتوقع أنت؟ إن شاء الله. صالح قال يتوقع أنه هو اللي خلص وهو اللي أنجز المهمة وهو اللي بيفوز. والله أنا أتمنى الفوز للجميع. يا سلام، حلوة الروح الرياضية اللي بين المتنافسين اللي موجودين. محمد أحمد العليلي، محمد عليكم السلام، ها شو تتوقع؟ أتوقع إن شاء الله الحمد لله تمرنا عدل، إن شاء الله الفايز يستاهل الجائزة، والحمد لله كل حد فايز. كل حد فايز، بس في فايز واحد فرق عن الباجين، منو هذا؟ نشوف الحين. منو تتوقع؟ نشوف العلمون. تتوقع محمد أحمد العليلي؟ إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله. إن شاء الله. عطري ميوزك شوي. إذن الفايز في تحدي اليوم الثاني في تقنية السيارات هو منو تتوقعون؟ ها الفائز في تحدي اليوم الثاني في تقنية السيارات للصغار وللمرة الثانية أحمد الشاب الفارسي، مبروك.